بعد المسرحية التي أنتجها الجهاز القمعي الخليفي وأخرجها ما يسمى القضاء بحكم إعدام عدد من المعتقلين في قضية، خرج بطلا المسرحية حمد عيسى ومشير آل خليفة ليكون اليد المنقذة والمتسامحة، إلا أن المسرحية السمجة استبقها البحرانيون بتظاهرات غاضبة تستنكر الإعدام، ولحقها المواطنون بتظاهرات مؤكدة أن قرار إسقاط النظام ثابت لدى أدبيات الناس حتى وإن قدمت مسرحية كهذه. فأهالي كرانة أكدوا على إسقاط النظام مع شعارات الثورة التي لم تزحزحها الظروف. أما بلدة المصلى الذين طالبوا بمحاكمة النظام وليس فقط إسقاطه، ورفع أهالي أبو صيبع شعار القصاص من قتلة الشهداء في صورة واضحة بعدم نسيان من ضحى لأجل الوطن، ولقيت مسيرة في العكر مصير القمع، لكن لم يتوانى الشبان عن الوقوف في الميدان مجددا. وقد خبر البحرانيون مسرحيات آل خليفة على مدى عقود، سواء تلك التي يفرغ فيها الخليفيون عقد الانتقام أو الأخرى التي يتمظهرون فيها بحلة التسامح، كلاهما يؤكدان عقدة واحدة وهي عقدة الشرعية التي لا تعالجها محاولات الطغيان في مختلف مجالاته.